أهلا وسهلا فيكم بقناة بريتي أند يامي بوصفة جديدة، وصفة غرقانة بالشوكولا كتير طيبة، ولمحبين الشوكولا والبسكويت ولشغلة حلوة الصبح جنب فنجان القهوة أكيد هاي الوصفة الكل. يلا تابعوني وخلونا نشوف الطريقة، وأكيد لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد من الوصفات اللذيذة. طبعا اليوم حضرت سوكسي بطريقة جديدة مميزة غرقانة بالقناش، كتير طيبة وهشة وبتمنى الكل يجربها، أكيد رح تدعولي من بعد هاي الوصفة. طبعا أول شيء رح نحتاج لباكيت من البسكويت وراح نكسره بهي الطريقة. رح نحتاج لكوبين من الحليب وراح احطهم بالطنجرة لأنه بدي سخنهم ودوب باقي المكونات على النار. وهلأ عم ضيف 3 معالق كبار من السكر، وهلأ راح ضيف 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الباودر، وهلأ عم ضيف 100 جرام من الزبدة لباقي المكونات وحركن وحطن على النار لحتى تتجانس باقي المكونات وتتماسك، ورح ضل حركن على النار وسط او لعالية بس تكونوا كتير منتبهين. وبعد هيك رح ضف لها حبيبات او حب شوكولا مر كتير طيب، تقريبا نص اللوح الشوكولا ضفته، وشوفوا كيف الكاكاو والحليب تجانسوا مع الزبدة. كمية الشوكولا اللي ضفتها قريب 100 جرام، هو البار كله كان 200 جرام اخذت نصه. وبعد هيك مع داب الشوكولا مع الكاكاو كله ضفته فوق البسكويت اللي مكسر، واكيد هلأ بدي خلط البسكويت مع الشوكولا وخليهم يتشربوا مع بعض. طبعا كمية البسكويت اختيارية، فيكن تكتفوا بباكيت واحد من البسكويت وفيكن تضيفوا باكيتين حسب حجم البسكويت حسب اللي انتو بتحبوه. هون انا فتحت ورقة من ورق الزبدة وعم نزل البسكويت المغطس بالشوكولا، وبدي شكلهم بطريقة اسطوانية شكل السوكسي المعهود الكلاسيكي، ضمون على بعض وحطهم بالفريزر. بعد ما حطيت البسكويت بالفريزر راح استخدم 3 ارباع كوب من الكريمة الحلوة اللي بنستخدمها للحلويات مع النص الباقي من الشوكولا المر اللي هو كمان مقدار 100 جرام، وكسره بهي الطريقة. الغرض من تكسير الشوكولا يدوب معي بطريقة سريعة من دون ما يصير كتل ويتمازج مع الباقي الشغلات اللي أنا حاططها. طبعا أنا سخنت الكريمة مع الشوكولا ورجعت حطيتها على المرمرة لحتى فرجيكم كيف عم حاول أدوبها بأقل كمية حرارة، وهون كمان عم أرجع أحركها وأرجع أحطها على الغاز، ما بدي تكون فيها حرارة كتير ويصير الشوكولا ماسك وسميك. طبعا هيك بيكون صار معنا صوص القناش متماسك وتمام وجاهز لحتى نضيفه فوق السوكسي اللي تركته بالفريزر وصار متماسك تماما، يعني بعد 2 لـ 3 ساعات في نضيف انا هذا الصوص. ولسه الافضل اني اضيف الصوص القناش للسوكسي عند التقديم لحتى يتماسك السوكسي والشوكولا كله تماما.
هلأ هيك فردت رول السوكسي على شبك وتحته ورق زبدة لحتى حط صوص الجناش ويتسرب الصوص لتحت ما يعمل منظر ما حلو تحت الرول السوكسي. طبعا هذا الشبك ما ضروري يكون عندكم معدات خاصة لإله، أنا جبته من شبك الفرن وقلبته وحطيت تحته ورق الزبدة بكل بساطة. هلأ هون عم حاول أعمل مثل ديزاين أو شكل للرول. طبعا استنيت تقريبا 10 دقايق لمسك الشوكولاتة تمام على قطعة السوكسي المجمدة، وبعدين صار فيني أتصرف بهي الطريقة فوق رول السوكسي وأعمل ديزاين. وكمان إذا حبيتوا تزينوها زينوها بالشغلات اللي أنتوا بتحبوها والمتواجدة عندكم، وهيك بتكون خلصت معي السوكسي بطريقة كتير واضحة مفصلة لكل خطوة بخطوتها، وإن شاء الله رح تعجبكم كتير. طبعا الشوكولا المرة عطتها طعمة إضافية ونكهة جديدة ولذيذة وكتير كتير طيبة، إن كان سواء مع فنجان القهوة أو بعد الغداء أو بالسهرة، بكل الأوقات صراحة لذيذة.